يحيى محمود، حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، إنما يشهده العالم في هذه الأيام تلك الهجمات التي تنال من الشعب السوري وتتركز بشكل عام على المناطق الآهلة بالسكان من خلال ما يقوم به المحتل التركي للأراضي السورية. وجدنا أن عدد كبير من الناس قد نزحوا وهجروا من بيوتهم بهمجية هذا القصف الذي لا يرحم لا الحجر ولا البشر. ورأينا أن الصمت الدولي الذي نراه مخيما ومحبطا لجميع السوريين، دائما وأبدا الشعب ينتظر من الغرب، ينتظر من الاتحاد الأوروبي، ينتظر من الروس، ينتظر من الأمريكيين أن يكون لهم مبادرة في وقف هذه التدخلات السافرة والصارخة التي تحاول أن تغير جغرافية الأرض السورية، تحاول أن تقتطع أجزاء جديدة من الأرض السورية، وهي بالمقابل إذا رأينا من وجهة نظر أخرى فإن هذا يدل على انتهاك صارخ لسيادة دولة لها ميثاق في الأمم المتحدة. هذا الاحتلال التركي الذي أراد أن يعيد الإمبراطورية العثمانية وأراد أن يكون له دور واضح وبارز في الأزمة السورية، فمن بداية الأزمة السورية رأينا أنه حاول أن يفتعل كثيرا من الأمور، حتى أنه قام ببناء المخيمات قبل أن تبدأ الأزمة السورية وقبل أن توضح معالمها، وكأنه كان يخطط في ليل من أجل احتلال بقعة من الأرض السورية. ونعلم بأن لواء اسكندرون ما زال محتلا من قبل الأتراك. هذه الرؤية الدولية لما يحدث في المناطق الشمال الشرق السوري من اعتداءات متكررة لم تقف، وكان المجتمع الدولي ربما ينتظر لقيام انتخابات جديدة في أمريكا. أراد بعض السوريين وعولوا كثيرا على إدارة الجديدة لأمريكا، لكن هذه الإدارة أيضا ما زالت صامتة. هذا الصمت أعطى دور كبير للتركي أن يتمادى وأن لا يقف عن هجماته. أيضا إذا لاحظنا من الجانب الروسي الذي تم الاتفاق معه وأراد أن يكون سبب في خلاص الشعب السوري من معاناته وأزمته، نرى أنه يفاوض ويقايض المحتل التركي على هذه المشاريع التي لم تكتمل بعد. ولكن نفاجأ بأن عفرين ذهبت ضحية مؤامرة باتفاق روسي تركي تسليم الغوطة الشرقية مقابل أن يأخذ التركي مناطق عفرين. وهذه كلها مناطق بالنهاية تخضع لسيادة الدولة السورية، هذه السيادة التي أصبحت منقوصة وأصبحت مرتهنة من خلال التدخلات الأجنبية والأقليمية. نحن كحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري كنا من البداية نحارب جميع الاحتلالات، ونحن ضد أي احتلال لأي شبر من أراضي سوريا مهما كان نوع هذا المحتل ومهما كان صفته وبأي عنوان دخل إلى سوريا. فنحن نريد بسوريا أن تكون كما عهدناها، سوريا خالية من النزاعات، خالية من الجماعات المسلحة، خالية من الذين
رهنوا أنفسهم لأجندة خارجية وكانوا بيادق وبنادق بأيدي هؤلاء الجهات الإقليمية التي تلعب بهم كما وتحركهم كما تتحرك أحجار الشطرنج. حتى أن هذا التركي لم يكن في يوم من الأيام يريد لبلادنا خيرا، إنما يريد أن ينتهبها، وهذا ما رأيناه عندما دخلوا إلى بعض الشمال السوري فأخذوا منه المعدات الطبية وأخذوا منه المعامل وأخذوا كل شيء من أجل إفقار وتجويع الشعب السوري. بالنسبة للممارسات التركية التي تحصل في بلادنا اليوم، ما تدل على أنها تريد خيرا للبلاد ولا أنها تريد أن تنقذ الشعب السوري كما تدعي من ويلات الحرب إلى آخره، إنما نراها كأنها أخذت هذه الأراضي واعتبرتها جزء من تركيا وأخذت توزع المنهاج التركي. نرى الأعلام التركية في كل منطقة دخلت إليها تركيا وعشعشت فيها واستطاعت أن تحول تلك المناطق إلى مستعمرات تركية، وتريد أن يكون هناك تغيير ديمغرافي للمنطقة. فعندما نجد أن هؤلاء الناس كلهم يأتون من أجل أن يتعاملوا بغير العلم للسورية، فهذا دليل على أن هذا محتل يريد أن يقتطع أرضاً جديدة كما اقتطع بالسابق لواء اسكندرون. فهذا يدل على أنهم لا يريدون خير للبلد، إنما يريدون اقتطاعاً جديداً ويريدون أن يكبروا مستعمراتهم. فهي الآن مستعمرة لتركيا من خلال نشر وعيها، من خلال نشر ثقافتها، من خلال نشر المنهاج التعليمي الذي تريده، من خلال نشر الصور والأعلام فوق عدة مناطق تدل على أنها تريد أن تكون هذه تابعة إداريا أو ولاية من ولايات تركيا. بالنسبة للشعب عليه أن ينتبه، لأن الأمر جل خطير، والأمر إذا نظرنا إليه بمنظار أنني كمواطن سوري يجب أن نناشد المحافل الدولية، يجب على كل إنسان شريف في هذا البلد أن يعمل جاهداً من أجل إخراج هؤلاء المحتلين الغازيين الجدد الذين جاءوا إلى سوريا يريدون اقتطاع أراضي منها، يريدون أن يقوموا بتبعية تلك المنطقة إلى جغرافية بلادهم. يجب على الشعب السوري أن يكون واعياً وأن يكون منتبهاً لهذه المؤامرات، لأننا لا نريد أن نخسر جزءاً جديداً من بلادنا. إما أن يكون ذلك عبر المناشدات الدولية وعبر قنوات المفاوضات التي تبدأ مع الدول التي تريد وقدمت نفسها من أجل مساعدة سوريا بالأمم المتحدة، أن لا نألو جهداً في أن نصل إلى إخراج هذا المحتل من بلادنا، ثم بعد ذلك يتطلب منا أن نحارب هذا المحتل وأن نجعل من أنفسنا سداً منيعاً أمام تطلعاته وأمام أهدافه التي ما كانت في يوم الأيام إلا احتلال. فعندما نقف نحن صفاً واحداً في محاربة هذا المحتل التركي وهذا المحتل الذي يريد لبلادنا التمزيق والخراب، نكون بذلك أننا حافظنا على وحدة تراب سوريا، حافظنا على أرضنا، حافظنا على عرضنا، لأن الأرض كالعرض، فمن حافظ على عرضه حافظ على أرضه.